اوكي، اليوم اول ما قلت درة سميتي باللي نوميني ضحكت، حيت يمكن شخصيتي انا واحد الانسانه قويه ما كتبغيش بيا الضعف ديالها بالبكا، بالعكس هادشي اعتبرته كانها سحابه وغادي تفوت. دونك الا كنت نوميني نقدر نرجع للاكاديمي ونعطي اكثر، بالعكس ما غيبقاش الحلم ديالي ما غيوقفش على انني طلعت نوميني. اكيد راح اقول هذا الشيء من قلبي، يعني انا اذا بقيت انا او حنان فاحنا بجوج كنمثلوا المغرب، فانا ما عنديش مشكل انني نبقى انا او هي، بالعكس يمكن نبقاو جوج او يمكن نبقى واحد فينا، فاللي غيبقى فينا كنتمنى انه يشرف المغرب ويحطه في احسن صوره. التوقعات ديالي ان شاء الله اللي شكون اللي غيبقى، انا قلت حنان غادي نقدها الجمهور، غنبقى انا وفاتن، فانا وفاتن ما نعرفش شكون اللي غيبقى فينا، بجوجنا عزاز على الناس اللي معنا في الاكاديمي، دونك جو سي با واش غنبقى انا ولا فاتن. انا فرحانه بزاف حيت الحمد لله عطيت افور وفرحانه، يمكن نقدر نكون شرفت المغرب. انا هادشي اللي كنقول انني الحمد لله بكوني انني في ستار اكاديمي ما بين 10000 واحد يعني كيتمنى يكون في بلاصتي، فهذا الشرف ليا. ومن هاد البلاصه كنبغي نهدي للمغرب اغنيه اللي هي بلادي زوينه وكنحماق عليها بزاف. بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها شايع معروف، ناسها نخوة وضرافة، ناسها نخوة وضرافة وجمالهم شايع معروف، وشحال يا بلادي واللافة واللي سال يجي ويشوف. أنا كنقول الجمهور ديالي اللي كيبغيني واللي حتى أنا كنبغيهم وخا ما عمرني ما شفتهم، الا كنتو كتشوفوني انني نستحق نبقى هنايا صوتوا لي على رقم واحد، وانا كنوعدكم الا صوتوا لي غنعطي احسن ما عندي وغنشرف ان شاء الله بلادي.